السلام عليكم. السلام يا اولاد. صفحة كرة تونسية كان منين انتم؟ نحن من حي الزهور. من حي الزهور انا نتاع تونس ولا نتاع الرابعة نتاع تونس؟ اي جايين معتصمين ان شاء الله. وشنو هي المطالب نتاعكم يعني؟ هل تراو مطالب تخلي الحكومة تخدم على راحها؟ ضحيوا بعام ونستناو، فهمت؟ هذه حاجة. خليوا الإعلام فهمتني يخدم بمصداقية، يخدم اللي توري الحكومة فاش قاعدة تخدم فاش قاعدة تعمل، مش توري وجهة وجهة لا، اللي حاجتها هي بيه توصلوا توصلوا، ما عادش تخبيه. معناها تحس انه قلقكم الاعلام هذاك علاش انتم جيتوا لهنا؟ بعدين كذب معناها ما تبدلش الحقيقه كيما هي. تبدل الحقيقه كيما هي. هم يقولوا صحيحه ولا غلط؟ شعب يميز. هم يقولوا انه الاعلام تحرر واني ما نعرفش انا. بالضبط هما يقولوا. الحقيقه مثلا ما تحسوش انه تبدل الاعلام فينا؟ هو لا، هو الاعلام ما قربش فيه ساعه في الصحه. كان هو بيد النظام القديم وقعد مع النظام القديم، هو الوحيد ما قربش الفيس وقعد معناتها على الخط نتاعو. هذه صح. معناها وشنو هي مطالبكم؟ معناها تتصوروا انكم يلزمكم تبقوا هنا حتى يكشي اللي حتى سقوط رموز الفساد في الاعلام؟ معناها ما كنتش باش تراوح والا ما عادش يقصوا علينا كل 7000 نتاع فاتوره الضوء اللي كانت تجينا نتاع الاذاعه والتلفزيون. باش يدفعوا فلوس باش يكذبوا علينا. هذيك حاجة، أول حاجة يحبوا يحرقوها كريبتيه بالفلوس، ما يقصوش علينا وعباد تخلص الفلوس باش تفرج. أبسط شيء حق جيت أنت تسأل فيه هو ما جاوش تهلا. ما جاوش هوني، ما جاوش تهلا. يصوروا ويحطوا اللي يحبوه عليه، بس ما يعدي كان واحد عامل لحية، ما يعدي لكش. هذا أخي لا تفهم 7000 ولا تسمع على الأقل تفهم على رجال. شنو هي رسالتكم حاسين اللي تحبوا توصلوها للإعلام اللي لهنا؟ هذيك هنا قاعدين نقول تطهير الاعلام على الاقل. يكذبوا علينا ما قبلنا عليه توا. مسيروا نساعدوا راك بزاف يعني. يراجع روحه تعرف غلطه.